اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 4 which is entitled the converse of the isosceles triangle theorem. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر استكمالا لليسون 3. ليسون 3 كان بيتكلم عن isosceles triangle، كان بيجي لك يقول لك ان التريانجل ده isosceles وبناء انت بتستنتج ان البيز انجلز ار ايكوال، وبتستنتج ان التو سايدز عندي اللي هم التو ليجز برضك ايكوال. الدرس بتاعنا النهارده هيبقى العكس بتاع الدرس اللي فات، هيجيب لك تريانجل ويجيب لك تو بيس انجلز ايكوال، وبالتالي تستنتج ان هذا التريانجل ايزوسليس. تعال نشوف سيرم 2. اف تو انجلز اوف ا تريانجل ار كونجروانت، وقلنا ان احنا كلمه كونجروانت دي بنستعملها في الجيومتري كتير بمعنى ايكوال. Then the two sides opposite to these two angles are congruent and the triangle is isosceles. حتى السايد ممكن اقول ان هم congruent. زي ما انتم شايفين عندي تريانجل ABC، انا عندي الانجل B والانجل C الاثنين are equal. ده معناه ان الاوبوزيت سايدز للتو انجلز دول are equal. يعني السايد ده هي equal السايد ده، والتريانجل كله isosceles triangle. أو since ان الميجر اوف انجل B equal الميجر اوف انجل C، زين ال AB equal ال AC والتريانجل ده isosceles triangle. طب تعال نشوف example 1. مديني تريانجل بيقول لي الانجل A 72 والميجر اوف انجل A equal twice الميجر اوف انجل B، بروف ان التريانجل isosceles. تعال نشوف هنكتب البروف ازاي. هنا هنقول since ان الميجر اوف انجل A equal twice الميجر اوف انجل B equal 72 degrees. هناخد بقى الحته دي، انت عايز الميجر اوف انجل بي، يبقى اخد ال2 دي اوديها هنا بالايه بالديفيجن، يبقى الميجر اوف انجل بي هتيكوال معايا 72 ديفايدد 2 which is a 36 degrees. يبقى الميجر اوف انجل بي عباره عن 36 degrees. طيب تعال نجيب سي. طب عشان اجيب سي اقول ايه؟ اقول سينس ان الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل بي بلس الميجر اوف انجل سي equal 180 degrees. يبقى زين الميجر اوف انجل سي لوحدها هتيكوال معايا ايه؟ هتيكوال معايا 180 ماينس الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل بي اللي هي 72 بلس ال 36 اللي هي هتيكوال معايا 180 degrees ماينس كام هنا 108 which is 72 degrees. يبقى احنا كده الانجل سي عباره عن 72 degrees. يبقى انا لقيت تو انجلز زي بعض، معنى كده ان التراينجل ده isosceles triangle. يبقى سينس ان الميجر اوف انجل A ايكوال الميجر اوف انجل C، يبقى زين التراينجل ABC is an isosceles triangle. example 2 بيقول لي in the opposite figure، مديني ال D بتبلونجس لل A B وال E بتبلونجس لل A C، ومديني ال E D بارلل ال C B، بيقول لي بروف ان ال D B equal E C، ان الحته دي equal الحته دي. طيب تلاحظ ايه بعينك دلوقتي؟ تلاحظ ان ال A D equal E E، يعني الترينجل الصغير ده ده isosceles triangle، وبالتالي الانجل دي equal مين؟ equal الانجل دي. طيب وعندك ده بارلل ده وده ترانسفيرسال، يبقى الانجل دي equal الانجل دي corresponding، وده بارلل ده ولو ده ترانسفيرسال من الناحيه الثانيه يبقى الانجل دي هتيكوال الانجل دي، لان الاثنين كورسبوندنج. طيب عندك الانجل بي والانجل سي الاثنين بيز انجلز والاثنين ايكوال، يبقى الاي بي ايكوال اي سي. طيب الاي بي ايكوال اي سي والحته دي ايكوال الحته دي، يبقى الحته دي ايكوال الحته دي. طيب نكتب مع بعضين البروف. ان ترينجل اي اي دي سينس ان الاي دي equal AE، يبقى then the measure of angle AED equal the measure of angle ADE. و since ان ال ED parallel ال CB and ال EC is a transversal، يبقى زين الميجر اوف انجل اي اي دي بتيكوال معايا الميجر اوف انجل اي سي بي. ليه؟ عشان الاثنين دول كورسبوندنج انجلز.
تمام. طيب ولو كان الدي بي هو الترانسفيرسال وسنس ان الاي دي بارل للسي بي اند الدي بي از ترانسفيرسال, ده معناه ان الميجر اوف انجل اي دي اي تيكوال معانا الميجر اوف انجل اي بي سي, دول برضو ايه كورسبوندينج انجلز. طيب وسنس ان الميجر اوف انجل اي اي دي ايكوال الميجر اوف انجل اي دي اي, يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي سي هتيكوال معانا الميجر اوف انجل اي سي بي, يبقى زين ترانجل اي بي سي از ان ايزوسلس ترانجل, ده معناها زين الاي بي ايكوال الاي سي. طيب وطالما الاي بي ايكوال اي سي وسنس ان الاي بي ايكوال الاي سي والاي دي ايكوال ال A E, يبقى زين ال D B equal ال E E ال E C. طيب اللي بعديه بيقول لي in the opposite figure مديني مجموعة قياسات عندي للأنجلز وبيقول لي proof ان triangle isosceles, يبقى لازم طبعا يكون في عندك two angles زي بعض. انا ايه اللي اعرفه عندي؟ اللي اعرفه ان كل ال interior angles equal 100 H, يبقى since ان measure of angle A plus measure of angle B بلس الميجر اوف انجل سي ايكوال 180, يبقى زين 4x ماينس 11 بلس 3x بلس 4 بلس ال 82 ايكوال 180 ديجريز. 4x بلس 3x يبقى 7x, 4 بلس ال 82 يبقى 86 ماينس 11 يبقى بلس 75 ايكوال 180 ديجريز. ده يجي هنا بالايه؟ بالسبتراكشن, يبقى 7x equal 180 minus 75 degrees, يبقى 7x هت equal هنا 105, يعني الx هت equal 105 divided 7 which is 15a 15 degrees. طيب يبقى measure of angle A هت equal معانا 4x minus 11 اللي هي 4 times 15 minus 11 اللي هي 60 minus 11 which is 49 degrees, والميجر اوف انجل بي هت ايكوال معانا ال 3x بلس ال 4 اللي هي 3 تايمز ال 15 بلس ال 4 which is ال 45 بلس ال 4 which is ال 48 49. طلعت 49 و 49 يبقى الاثنين زي بعض, يبقى سينس ان الميجر اوف انجل اي ايكوال الميجر اوف انجل بي, يبقى زين ترانجل اي بي سي از ان ايزوسلس triangle. نيجي مع بعضينا نشوف corollary. بيقول لي if the angles of a triangle are congruent, ده معناه ايه؟ ده معناه then the triangle is equilateral, يعني انت لو عندك كل الانجلز قد بعض يبقى السايد AB equal السايد BC equal السايد AC وبالتالي triangle ده is an equilateral ايه triangle. طيب تعال نشوف مع بعضينا الرمارك دي. بيقول لي the isosceles triangle in which the measure of one of its angles equal 60 is an equilateral triangle. ده طبيعي. ليه؟ لو انا عندي البيز انجل دي 60 يبقى البيز انجل دي كمان ايه 60. طب هما الاثنين مع بعض كام؟ 120, يبقى 180 minus 120 يبقى دي لازم تكون ايه؟ تكون 60. طب ولو دي 60 يبقى الاثنين اللي تحت دول كام؟ 120, يبقى كل واحده فيهم 120 divided 2 يبقى دي 60 ودي ايه ودي 60. طيب ناخد اكزامبل. بيقول لي في الاوبوزيت فيجر مديني البي ام بيبايسكت انجل بي والسي ام بتبايسكت انجل سي ومديني الميجر اوف انجل بي ام سي ايكوال 120. بيقول لي بروف ان الاي بي سي از ان ايكوالاترال. عشان تثبت ان هو ايكوالاترال اثبت لي ان كل الانجلز بتاعته 60. طيب انا عندي الترينجل ده 120 يبقى الاثنين دول 60 يبقى دي 30 و30.
طيب دي 30 و30 ودي قد دي، يبقى دي هنا 30 يبقى دي كلها 60 ودي كلها 60 يبقى اكيد دي ايه 60. تعال نشوف نكتب البروف ازاي. نحدد الترينجل الاول يبقى ان ترينجل بي ام سي هنقول سينس ان الام بي ايكوال ام سي يبقى زين الميجر اوف انجل ام بي سي بت ايكوال الميجر اوف انجل ام سي بي، يعني زين الميجر اوف انجل ام بي سي هت ايكوال معانا 180 - 120 ديفايدد 2. ليه ديفايدد 2؟ عشان هما اتنين، هيديني 60 ديفايدد 2 which is a 30 degrees. طيب يبقى زين الميجر اوف انجل ام سي بي اللي هي اختها الناحيه الثانيه هت ايكوال برضه ايه 30 degrees. طيب وسنس ان البي ام ري بايسكتس انجل اي بي سي يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي ام هت ايكوال الميجر اوف انجل ام بي سي هت ايكوال ايه 30 degrees. زين الميجر اوف انجل اي بي سي ايكوال كام 6 degrees. وسنس ان سي ام بايسكتس انجل اي سي بي يبقى زين الميجر اوف انجل اي سي ام هيكوال معانا الميجر اوف انجل ام سي بي هتيكوال معانا 30 degrees. يبقى زين الميجر اوف انجل اي سي بي هتيكوال 60 degrees. طبعا نحدد الترينجل. يبقى ان ترينجل اي بي سي A, B, C since ان الميجر اوف انجل B equal الميجر اوف انجل C equal 6 degrees يبقى زين الميجر اوف انجل A equal كام 180 - 120 which is 6 degrees. يبقى زين ترينجل ABC is an equilateral. تعالوا مع بعضنا نشوف بعض السيلكتد اكسرسايز على لسون 4. اكسرسايز 1 بيقول لي ان each of the following figures write the equal sides in length. يعني السايدز اللي هي equal in length حددها لي. طب دي هحددها ازاي؟ انا عندي الايكوالاترال بيبقى كل السايدز equal. طب والايزوسليس بتعرف ان التو سايدز او التو ليجز ار equal عن طريق تحديد البيز انجلز. كل بيز انجل بيبقى قدامها ليج بتيكوال الليج الثانية. يعني هنا عندي في الرسمة دي مثلا عندي الاي بي سي، تلاحظ ان الانجل دي قد الانجل دي، يبقى الليج اللي قدام او السايد اللي قدام الانجل دي اللي هو الاي سي هيكوال السايد اللي قدام الانجل دي اللي هو الاي بي. يعني هنا كده الاي بي ايكوال الاي سي. طيب هنا انا عندي دي 100 ودي عندي 40، طيب يبقى دي كام؟ الاثنين دول 140 وكل 180 - 140 يبقى 40، يبقى دي ايه؟ يبقى دي 40 degrees. طيب دي 40 degrees يبقى الايسوسليس ترينجل فين التو سايدز بتوع الايكوال؟ التو سايدز اللي هم الايه؟ الواي اكس والواي ايه؟ والواي زد. طيب هنا 72 + 36 هتيكوال معايا كام؟ 108. يبقى 180 - 108 اللي هي كام؟ اللي هي 72. يبقى الانجل دي كده 72 degrees. يبقى التو سايدز اللي هم الايكوال اللي عندي الاكس زد والمين والاكس ايه والاكس واي. طيب نيجي اللي بعد كده، عندي هنا 120 120، طيب دي كده ستريت انجل ودي ستريت انجل، يبقى الانجل دي بتسبلمنت دي، يبقى دي كده ايه؟ يبقى دي كده 60. طيب ودي كده انذر 60. طيب 60 و60 يبقى دي ايه؟
يبقى دي 6. يبقى انا عندي هنا 3 sides are equal مش 2 sides بس. يبقى ده كده ال ABC equilateral، يعني ده قد ده قد مين قد ده. طيب هنا 57 يبقى دي كام؟ يبقى دي 57. دي كام؟ دي 66. يبقى 66 بلس ال 57 هتيكوال معايا 7 بلس ال 6 13 3 and we have 1. يبقى انا عندي هنا 6 بلس 6 كام؟ 12. بعد كده عشان اجيب دي يبقى 180 minus 123 اللي هتيكوال معايا هنا 7 وهنا ايه وهنا 5. يبقى انا عندي دي 57. يبقى الانجل دي قد الانجل دي، يبقى الليج دي قد مين؟ قد الليج دي. يبقى انا عندي ال MN equal ML. طيب هنا ده عندي بارلل ده. طيب الانجل دي equal الانجل دي. طب لما يكون ده بارلل ده وده الترانسفيرسال يبقى الانجل دي ايه؟ ايكوال الانجل دي. يبقى دي ايكوال دي ودي ودي ايكوال دي، يبقى دي بردك ايه؟ ايكوال دي. يبقى السايد ده هي ايكوال مين؟ هي ايكوال السايد ده، لان دول كده الايه؟ دول البيز انجلز، يبقى هم دول السايدز بتوع الايه؟ بتوع الايزوسلس ترينج. طب اللي بعد كده ده بارلل ده، يبقى دي بتيكوال دي ليه؟ الاثنين دول الترنيت. طيب وده بارلل ده، لو هو ده الترانسفيرسال يبقى دي ايكوال دي ايه؟ الترنيت. يبقى دي ايكوال دي، يبقى السايد ده ايكوال ايه؟ السايد ده. طيب دي عندي ده بارلل ده، الاثنين دول انتيريور، يبقى دي 115. يبقى دي كام؟ يبقى دي 65. طب دي لما تكون 65 يبقى دي لازم تكون كام؟ 65 بلس 50 115. يبقى هنا كام؟ يبقى 65. يبقى الاثنين دول البيز انجلز، يبقى دي قد ايه؟ قد دي. طيب دي 130 كلها، يبقى دي هنا كام؟ يبقى دي هنا كده 50. طيب ودي لما يكون 115 يبقى دي هنا كام؟ يبقى دي هنا 65. 65 وال 50 115، يبقى دي كام؟ يبقى دي 180 minus 115 اللي هي ال 65. يبقى دي كده قد ايه؟ قد دي كده. Exercise 2 complete the following. If two angles in the triangle are congruent, then the two sides opposite to these two angles are a are congruent برضك. طيب لو حد كتب equal تمام مفيش مشكلة. And the triangle is a is an isosceles triangle. طيب بعد كده if the three angles in a triangle are congruent, then the triangle is a is equilateral. طيب عندي ترينجل ABC لو الميجر اوف انجل A equal 50 والميجر اوف انجل B equal 80 then the triangle is A. ما اقدرش احدده الا لما اعرف الانجل الثالثه 50 و 80 130. طيب 180 minus ال 130 يديني ال 50. يبقى انا عندي 2 angles A 50 وبالتالي الترينجل ده is an isosceles triangle. طيب if the measure of one angle in the right angle triangle is 45 يبقى triangle ايه؟ triangle isosceles. لان الاثنين الباقيين هو واحدة عندي right يبقى الاثنين الباقيين كام؟ 90. طب واحدة منهم 45 يبقى الثانية 45. يبقى triangle عندي هنا ايه؟ is an isosceles triangle. طيب if the measure of one angle of an isosceles triangle equal 60 هو isosceles واحدة منه 60 يبقى triangle is ايه؟ احنا اتفقنا لما يكون عندي isosceles ب 60 يبقى ال 2 base angles ب 60 يبقى الانجل اللي هي ال vertex angle equal 60 يبقى الترانجل ده equilateral triangle. طيب اللي بعديها ABC is a triangle in which AB equal AC and the measure of angle A equal 60. يبقى انا عندي الترانجل اهو ادي A وادي B وادي C، عندي ال AB equal AC الميجر اوف انجل ايه ايكوال 60 يبقى ده 60 وده ايه 60 يبقى ده ايكوالاترال. طيب البريمتر بتاعه 18 يبقى البي سي ايكوال كام؟ لما يكون البريمتر عندي 18 يبقى السايد لينث ايكوال البريمتر ديفايدد 3 which is 18 ديفايدد 3 اللي هتيكوال معايا 6 سنتيمتر. طيب نيجي اكسرسايز نمبر 6. مديني الانفورميشن اللي جيفن عندك على الرسمه، بيقول لي بروف ذات الترانجل دي بي سي DBC is an isosceles triangle. طب انا عندي ده كده وده كده الاثنين بارلل. طب دي 40 يبقى دي كده ايه 40.
والتريانجل عندي دي بي سي الانتيريور بتاعه 180، يبقى دي 180 ماينس ال 140 يبقى دي كمان ايه 40، يبقى سنس ان دي ايكوال دي يبقى التريانجل ده ايه ايزوستس. يبقى البروف بتاعنا كالتالي، هنقول سنس ان دي اي بارلل السي بي اند البي دي از ترانسفيرسال يبقى زين الميجر اوف انجل اي دي بي هت ايكوال الميجر اوف انجل دي بي سي هت ايكوال 40 ديجريز، وبتوين براكتس كده نكتب ايه الترنيت انجلز. طيب بعد كده ان تريانجل بي سي دي سينس ان الميجر اوف انجل سي بلس الميجر اوف انجل بي بلس الميجر اوف انجل دي ايكوال 180 ديجريز، يبقى زين الميجر اوف انجل بي سي دي هت ايكوال معانا 180 ديجريز ماينس ال 100 بلس ال 40 اللي هت ايكوال 180 minus 140 which is a 40 degrees. طيب يبقى in triangle BCD او DBC since ان ال measure of angle B equal ال measure of angle C يبقى then triangle DBC is an isosceles triangle. Exercise 11 بيقول لي in the opposite figure مديني بعض الانفورميشنز، مديني السايد ده والسايد ده، ومديني ان الانجل دي ايكوال الانجل دي. بيقول لي find the parameter of triangle ABC، عايزين البارامتر بتاع ABC. لما تيجي تبص عشان تجيب البارامتر يبقى السايد ده بلس ده بلس ده، السايد ده عندي unknown مش معروف عندي. طيب واضح جدا ان الترينجل ده هيطلع ايزوستس ترينجل، وبالتالي السايد ده يا اما هيبقى ده يا اما هيبقى ده. طيب نبدا بيها ازاي؟ انت عندك الانجل دي ايكوال ايه؟ ايكوال الانجل دي. طيب خد بالك بقى، المفروض دي كلها ستريت، يبقى الانجل دي كده اهو ايكوال 180 ماينس الانجل دي، والانجل دي ايكوال 180 ماينس مين؟ الانجل دي. يبقى واضح ان ودي ايكوال دي، يبقى دي ايكوال ايه؟ دي. طيب طالما التو بيز انجلز دول قد بعض يبقى التو سايدز دول قد بعض، يبقى الاي سي ايكوال كام؟ ايكوال 8 سنتيمتر. اوكي تعال نحلها مع بعضين ونكتب البروف. هنقول سينس ان الميجر اوف انجل اي بي اي ايكوال 180 ديجريز، يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي سي هي ايكوال معايا 180 ديجريز ماينس الايه الميجر اوف انجل اي بي سي، ونخلي دي 1. وسنس ان الميجر اوف انجل دي سي بي بيكوال 180 ديجريز، يبقى زين الميجر اوف انجل اللي هي الانجل دي اي سي بي هي ايكوال معانا 180 ديجريز ماينس الايه الميجر اوف انجل اي سي دي، ودي نمبر 2. وسنس ان الميجر اوف انجل اي سي دي بتيكوال الميجر اوف انجل اي بي سي دي نمبر 3، يبقى زين فروم 1 و 2 و 3 الميجر اوف انجل اي سي بي هت ايكوال معانا الميجر اوف انجل اي بي سي. تمام. طيب يبقى ان تريانجل اي بي سي سينس ان الميجر اوف انجل اي سي بي بتيكوال الميجر اوف انجل اي بي سي، يبقى زين
ال AB هت equal ال AC هت equal كام 8 سنتيمترز. يبقى البريمتر عندي هي equal ايه؟ يبقى then the perimeter of triangle ABC هي equal معايا 10 بلس ال 8 بلس ال 8 which is 26 سنتيمترز. طيب نيجي اللي بعديها في الاوبزيت فيجرز، مديني ده بارلل ده وده بارلل ده والسايد ده كله ايكوال السايد ده كله. بيقول لي بروف ذات ان الدي اي الدي اي ايكوال دي اف. تاني حاجه بروف ذات الميجر اوف انجل بي اي سي بي اي سي ايكوال الميجر اوف انجل اي دي اف. طيب اولا ده قد ده يبقى الانجل دي ايكوال ايه؟ ايكوال الانجل دي. طب وده بارلل ده يبقى الانجل دي ايكوال دي كورسبوندنج، وده بارلل ده يبقى الانجل دي ايكوال دي كورسبوندنج. يبقى التو بيز انجلز دول قد بعض يبقى ده ايكوال ايه؟ ده. طيب دي ايكوال دي ودي ايكوال دي، يبقى واضح ان دي ايكوال ايه؟ دي ايكوال دي. تعال نشوف هنكتبها ازاي. هنقول ان ترينجل اي بي سي سينس ان الاي بي ايكوال الاي سي، يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي سي هت ايكوال الميجر اوف انجل اي سي اف او اي سي بي. طيب وسنس ان الاي بي بارلل الدي اي اند البي اي از ترانسفيرسال، يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي سي هت ايكوال الميجر اوف انجل دي اي اف، وبتوين براكتس نكتب كورسبوندينج انجلز. تمام، يبقى انا اثبتت ان دي ايكوال دي، وبعد كده اثبتت ان دي ايكوال ايه؟ ايكوال دي. طيب وسنس نيجي بقى ده بارلل ده وده ترانسفيرسال، سنس ان الاي سي بارلل دي اف اند السي اف از ترانسفيرسال، يبقى زين الميجر اوف انجل اي سي بي بتيكوال الميجر اوف انجل دي اف اي، وبتوين براكتس نكتب ايه؟ كورسبوندينج انجلز. ممكن نخلي دي 1 ودي 2 ودي ايه ودي 3 ونكتب from 1 و 2 و 3. طبعا قلنا دي ايكوال ايه؟ ايكوال دي from 1 و 2 و 3 then the measure of angle DEF equal the measure of angle DFE. وبعد كده نقول ان ترينجل دي اي اف سينس ان الميجر اوف انجل دي اي اف بتيكوال الميجر اوف انجل دي اف اي، يبقى زين الدي اي ايكوال الدي اف. ودي اول ايه؟ اول حاجه هو كان عايزنا نجيبها. بعد كده هقول في التو ترينجلز وان ترينجل اي بي سي اند ترينجل دي اي اف سينس ان الميجر اوف انجل بي ايكوال الميجر اوف انجل اي اند والميجر اوف انجل سي ايكوال الميجر اوف انجل اف، يبقى زين الميجر اوف انجل بي اي سي هت ايكوال الميجر اوف انجل اي دي اف. اكسرسايز 15 ان ذا اوبزيت فيجر، مديني البي دي ايكوال سي اي والميجر اوف انجل اي بي سي ايكوال ميجر اوف انجل اي سي بي.
ومديني ان الانجل دي والانجل دي الاثنين رايت، بيقول لي بروف ان الدي اي بي دي اي بي ايكوال سي اي اي، بيقول لي بروف ان الانجل دي ايكوال الانجل دي. واضح ان مساله زي دي ما تتحلش الا بالكونجرونس، لان انت عندك ايه، لان التو ترانجلز بعاد عن بعض. طيب انا عندي الرايت انجل ترانجل، الشرط بتاع الكونجرونس كان ايه؟ ان يكون عندي هايبوتنيوز وايه وسايد. طيب انا عندي الهايبوتنيوز هنا وهنا اللي هو ده وده، طب هل الاثنين دول ايكوال؟ اه ايكوال. ليه؟ لان الانجل دي ايكوال الانجل دي، وبالتالي السايد ده ايكوال الايه السايد ده. يبقى انا هقول في التو ترانجلز دول سنس ان الانجل دي ايكوال الانجل دي ايكوال 90، والاي بي ايكوال اي سي، والبي دي ايكوال اي سي، يبقى التو ترانجلز دول ار كونجروانت، وبالتالي الانجل دي ايكوال الانجل اي دي. تعالوا نكتب البروف مع بعضينا. هنقول سنس ان الميجر اوف انجل اي سي بي ايكوال الميجر اوف انجل اي بي سي، يبقى زين الاي بي ايكوال الاي سي، وان تو تريانجلز اي بي دي اند اي سي اي، اول حاجه عندي الميجر اوف انجل دي ايكوال الميجر اوف انجل اي ايكوال 90 ديجريز، والاي بي ايكوال اي سي، والبي دي ايكوال اي سي، يبقى زين ترينجل اي بي دي از كونجرونت تو ترينجل اي سي اي. تمام. وبعد كده هنستنتج we deduce from congruence that the measure of angle DAB bit equal the measure of angle CAE. طيب نيجي اللي بعديها. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي في الاوبوزيت فيجر مديني الواي زد اكس از ا تراينجل ان ويتش، بيقول لي الواي زد ايكوال واي اكس، يعني السايد ده ايكوال السايد ده، وبالتالي الانجل دي كلها ايكوال الانجل دي ايه كلها. طيب ومديني الميجر اوف انجل واي ايكوال 50، والميجر اوف انجل واي اكس ام ايكوال 15، بيقول لي بروف ان التراينجل ام زد اكس از ان ايزوستلس تراينجل. طيب تعال نكشف مع بعضينا الانجلز بتاعتنا. انا عندي لما يكون الواي زد ايكوال واي اكس، ده معناه ان الانجل دي ايكوال الانجل دي. طيب الواي ايكوال 50، يبقى الاثنين دول ايكوال كام؟ ايكوال 180 ماينس ال 50 اللي هي 130، يبقى كل واحده بكام؟ كل واحده نعمل لها ديفايد 2، يبقى دي 65 ودي 65. لما تكون دي كلها 65 ودي 15 يبقى دي ايه؟ يبقى انا عندي دي كده ايه؟ دي هتطلع معايا 50. طيب انت عندك دي 15 ودي عندي 50، يبقى الاثنين دول 65، يبقى دي هنا كام؟ يبقى دي عندي 115. لما تكون دي 115 ودي بتسبلمنت دي، يبقى دي كام؟ يبقى دي 65. طب 65 و50 يبقى 115، يبقى دي كام؟ يبقى دي 65. طيب طالما دي 65 ودي 65 يبقى الترينجل ده از ايزوسلس، لان ده ايكوال ايه؟ ايكوال ده. تعالى نكتب مع بعضينا البروف ده. نبدا مع بعضينا ان triangle YZX. Since n YZ equal XY, يبقى زين the measure of angle Z equal the measure of angle X equal 180 minus ال 50 divided 2 اللي هي which is هيطلع 65 degrees. يبقى أنا أثبتت إن دي 65 ودي 65. طيب و since ان الميجر اوف انجل ام اكس زد بت ايكوال الميجر اوف انجل واي اكس زد ماينس الحته اللي هي المعروفه دي اللي هي واي اكس ام، يبقى زين الميجر اوف انجل ام اكس زد بت ايكوال 65 ماينس ال 15 which is a 50 degrees. يبقى انا طلعت دي كده 65 وطلعت دي الايه ودي ال 50.
مش محتاج اجيب الانجل دي خالص، لان انا ممكن اجيب الانجل دي عن طريق الترينجل ده. نجيبها كده ان ترينجل ام اكس زد، هقول الميجر اوف انجل اكس ام زد هت ايكوال معايا 180 ماينس ال 65 بلس ال 50 اللي هي هتديني 180 ماينس 115 which is 65 degrees. يبقى in triangle mzx هقول since ان الميجر اوف انجل zmx بت ايكوال الميجر اوف انجل mzx بت ايكوال 65 degrees، يبقى then triangle mzx is an isosceles triangle. Exercise 22 في الاوبزيت فيجر بديك بعض الانفورميشنز، بيقول لك بروف ان التريانجل AEC AEC is an equilateral triangle. الايكوالاترال تريانجل لازم تثبت ان كل الانجلز بتاعته ايكوال كام؟ ايكوال 60 degrees. طب انا عندي انجل 60 اللي هي الحته دي، اعمل ايه؟ ابتدي اتنقل بالانجل دي لحد ما ادخل بيها جوه الايه؟ جوه التريانجل ده. ابدا ازاي؟ انا عندي ده كده بارلل مين؟ بارلل ده، يبقى الانجل دي ايكوال الانجل دي ايكوال 60 ليه؟ لان الاثنين دول كورسبوندنج انجلز. طيب انا اثبتت ان دي 60، طيب الباقي دي كلها المفروض 120، وعندك دي ايكوال دي، يبقى دي 60 ودي 60، وسنس ان دي 60 ودي 60 يبقى دي اكيد ايه 60، يبقى الترينجل ده ايكوالاترال. تعال نكتبها مع بعضينا، نقول سنس ان الدي اي بارلل دل سي اي اند السي اي از ذا ترانسفيرسال، يبقى زين الميجر اوف انجل بي اي دي هاي ايكوال الميجر اوف انجل اي اي سي ايكوال 60 ديجريز. طيب وسنس ان الميجر اوف انجل اي اي بي ايكوال 180 اللي هي كل دي ستريت، يبقى زين الميجر اوف انجل اي اي دي هي ايكوال معايا 180 ماينس الايه ال 60 اللي هي 100 اند ايه اند 20 ديجريز. طيب وسنس ان الاي سي بايسكتس الانجل اي اي دي، يبقى زين الميجر اوف انجل اي اي سي ايكوال اي ايكوال 120 ديفايدد تو ويتش از 60 ديجريز اللي هي الثانيه دي. وان التريانجل اي اي سي سينس ان الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل سي ايكوال 180 ديجريز، يبقى زين الميجر اوف انجل سي ايكوال كام؟ ايكوال 180 ماينس الاثنين عندي ب 60 اللي هي 60 بلس 60 اللي هي هتديني ايه؟ 60 ديجريز. طيب ننهي المساله، هنقول وان ترينجل اي اي سي سينس ان الميجر اوف انجل اي ايكوال الميجر اوف انجل اي ايكوال الميجر اوف انجل سي ايكوال 60 ديجريز، يبقى زين ترينجل اي اي سي از ان ايكوالاترال ترينجل. نيجي اللي بعديها، عندي بيقول لي اول حاجه بيقول لي الانجل اي دي اي كونجروينت للانجل اي اي دي، يعني الاثنين دول قد بعض، وبيقول لي ان البي والدي والاي والسي ار كولينير. كولينير دي يعني ايه؟ يعني كلهم على نفس الستريت لاين. وبيقول لي ان ده ايكوال ده، بيقول لي بروف ان الاي بي سي از ان ايزوسليس تريانجل. طيب انا عندي ده ايكوال ده، يبقى تريانجل اي دي اي از ان ايزوسليس، يعني السايد ده ايكوال ايه؟ ايكوال السايد ده. طيب لما دي كلها كولينير يبقى الانجل دي ايكوال ايه؟ ايكوال الانجل دي،
لان دي عباره عن ايه 180 ماينس دي، ودي عباره عن ايه 180 ماينس دي، ودي قد دي، يبقى دي قد ايه؟ قد دي. تعالى بص التو ترانجلز دول اي بي اي والاي اي سي، تلاحظ ان هم بيحققوا الشرط بتاع الكونجرونس اللي هو سايد انجل سايد، وبالتالي هينتج ان الاي بي ايكوال اي سي، اللي هو الشرط اللي يخليك تقول ان الترانجل اي بي سي ذن ايه ايزوسلس ترانجل. نبدا بروف ازاي؟ هنقول سينس ان الميجر اوف انجل اي دي اي بتيكوال الميجر اوف انجل اي اي دي، يبقى زين الاي دي ايكوال الاي اي. طيب ايه كمان؟ وهنقول ان سينس الميجر اوف انجل اي دي اي بتيكوال الميجر اوف انجل اي اي دي، اند الميجر اوف انجل بي دي اي بتيكوال الميجر اوف انجل دي اي سي ايكوال 180 ديجريز، يبقى زين الميجر اوف انجل اي دي بي هتيكوال معانا الميجر اوف انجل اي اي سي اللي هي هتيكوال 180 ديجريز ماينس اي واحده منهم اللي هي الميجر اوف انجل اي اي دي. يبقى انا دلوقتي محقق الكونديشنز بتاعت الكونجرونس، يبقى اشتغل عليها على طول. هقول ان تو ترينجلز بتوعي اي دي بي اند اي اي سي، سينس ان الاي دي ايكوال اي اي، ايه كمان؟ البي دي ايكوال سي اي، ايه كمان؟ الميجر اوف انجل اي دي بي equal الميجر اوف انجل اي اي سي، يبقى زين ترينجل اللي هو اي دي بي is congruent to ترينجل اي اي سي. ونكتب بعد كده الكيس بتاعتي اللي هي سايد انجل اي سايد، وبعد كده we deduce from congruence that الاب equal الاc. نختم بعد كده البروف بتاعنا in triangle abc since ان الاب equal الاc، يبقى then triangle abc is an isosceles triangle. Exercise 30 بيقول لي in each of the following figures write the equal sides in length showing the steps of a solution. انا عندي الانجل دي 30، عندي هنا 3x، عندي x plus 5. المعلومة اللي عندي ان كل الانتيريور انجلز equal 180. يبقى انا عندي حبدأ ان ال 3x plus ال x plus ال 50 plus ال 30 equal 180. 3x plus x يبقى ال 4x بلس ال 80 ايكوال 180، دي تروح الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى ال 4x ايكوال 180 ماينس ال 80 which is 100، يعني ال 4x ايكوال 100، يعني ال x عندي هتيكوال ال 100 ديفايدد ال 4 which is 25 degrees. لما ال x ب 25 degrees يبقى زين ال 3x عندي هتيكوال 3 times 25 which is 75 degrees، and ال x بلس ال 50 هت equal 25 بلس ال 50 which is 75 degrees. يبقى انا عندي الانجل دي كده 75 والانجل دي كده 75، يبقى السايد ده equal ايه؟ السايد ده. طب اللي بعديها هنا بدل ما هكتب x هكتب z، عندي هنا ال 2z بلس z بلس ال 40 بلس 3z minus ال 10 equal 100 and 80. 2z و 3z و 3z يبقى 6z، يبقى 6z plus 40 و minus 10 يبقى 30 equal 180. نودي ده الناحية الثانية بال subtraction، يبقى 6z equal 180 minus 30، يبقى 6z equal كام؟ 150.
يبقى الزد عندي هت equal 150 divided ال 6 which is a 25 degrees. دي لما يكون 25 يبقى then ال 2z equal 2 times 25 which is 50 degrees. و 3z minus 10 هت equal معايا 3 times 25 minus 10 which is 75 minus 10 which is 65 degrees. وعندي الزد بلس ال 40 هت equal معايا 25 بلس ال 40 which is 65 degrees. يبقى انا عندي دي كده دي كده ب 65 وعندي ال 3z minus 10 دي كده 65. يبقى الليج دي equal ايه الليج دي اللي بعد كده هنا دي عندي 3x يبقى عندي دي كده المفروض السبليمنتري بتاعها 180 minus ال 3x يبقى دي بلس دي بلس دي ايكوال 180. يبقى انا عندي الاكس ماينس ال 20 بلس الاكس بلس ال 70 بلس 180 ماينس ال 3x ايكوال كام؟ ايكوال 180. اوكي؟ ال 180 تروح مع 180 يعني لو رحت هناك هتروح. يبقى انا عندي هنا x وx 2x وعندي ماينس 3x يبقى نيجاتيف x نيجاتيف 20 وبلس 70 يبقى بلس ال 50 ايكوال كام؟ ايكوال 0. نودي دي الناحيه الثانيه نودي الاكس بقى عشان ايه تظبط معايا الساين. يبقى الاكس عندي هتيكوال ايه 50 ديجريز. طب لما الاكس ب 50 يبقى زين الاكس ماينس ال 20 هتيكوال معايا 50 ماينس 20 which is 30 ديجريز. وعندي الاكس بلس ال 70 هتيكوال معايا ال 50 بلس الايه ال 70 which is 120 ديجريز. خد بالك في المسائل اللي زي دي ما تجيش تقول انا عملت دي 30 ودي 120 يبقى الاثنين 150 يبقى دي 180 ماينس ال 150 which is 30. لا ما اجيبهاش كده. لازم اعوض في دي لازم اعوض في دي اللي هيبقى 180 ماينس 3 تايمز ال 50 which is 180 minus 150 which is 38 degrees. ولازم بعد كده التلاتة دول يدوك ايه 180. يبقى انت زبطت معاك الايه المسألة. لكن ما تجيش تجادل الاتنين دول ويبقى انت متأكد ان الاتنين دول صح. افرض انت غلطان في واحدة من دي يعني افرض انت غلطان في دي او غلطان في دي هتكشف ازاي ان انت حايل صح او غلط. يبقى انت لازم تجيب التلاتة وتعمل لهم summation وتتأكد ان الصم بتاعهم equal 180. طيب يبقى انا عندي الانجل دي ايكوال 30 والانجل دي ايكوال 30 يبقى اذا السايد ده ايكوال ايه السايد ده. اكسرسايز 31 بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر فروم ذوز جيفن. مديني تراينجل اي بي سي ومديني السي اي ايكوال سي بي. تراينجل اهو ادي السي اي وادي السي بي. السي اي ايكوال السي بي and the measure of angle C اولا ده كده equal ده ايه equal ده كده ليه عشان الليج دي equal الليج دي يبقى دي equal دي. وبيقول لي the measure of angle C equal the measure of angle B ودي equal دي يعني تاتا equal. يبقى واضح ان الترانجل ده equilateral. يبقى الانجل B عندي equal كام equal 60 degrees. اللي بعد كده بيقول لي if the sum of measures of two congruent angles in a triangle equal two thirds of the sum of measures of its angles then the triangle is a. طيب لما يكون عندي two angles الاثنين الصم بتاعهم two thirds of the sum of measures of its angles يبقى التالتة هتكون ايه؟ يبقى التالتة هتكون الثيرد الباقي. طب انا شعرفني ان التو ثيردز دول متقسمين equal يعني انا عندي once ال one third بتاع ال 180 بيديني ايه؟ بيديني 60 degrees. طيب شرفنا الاثنين دول متقسمين 60 و60. تيجي تبص كده في الستيتمنت تلاقي كلمه ايه congruent اللي هي بتقول لك ايه اللي هي بتقول لك ان الانجلز دول ايكوال. يبقى انا عندي تو انجلز ايكوال الاثنين الصم بتاعهم تو ثيردز يبقى لازم تكون عندي واحده 1 اوفر 3 والثانيه 1 اوفر كام اوفر 3. يبقى انا عندي 1 ثيرد و 1 ثيرد و 1 ثيرد فروم ال 180 لكنها 1 over 3 times ال 180 which is 60 degrees. يبقى عندي 3 angles كل واحدة ب 60 يبقى الترينجل ده is a equilateral. Problem 3 بيقول لي الترينجل ABC in which the measure of angle A equal 30 والmeasure of angle B to C 1 over 4 يبقى الترينجل ده A. أولا لما يكون ال A 30 يبقى measure of angle B
بلس الميجر اوف انجل سي ايكوال 180 ماينس الاي ال 30 اللي هي 158 ديجريز. طيب انا عندي البي والسي كلهم 5 بارتس، يبقى ال1 بارت ايكوال كام؟ يبقى الميجر اوف انجل بي هتيكوال معايا السم بتاع التو انجلز هيبقى تايمز مين؟ تايمز الريشيو بتاعت البي 1، يبقى 1 ديفايدد مين؟ ديفايدد 5، لان كل البارتس عندي ايه؟ 5، اللي هي هتيكوال معايا دي هنا 1، دي هنا كام؟ دي هنا 30، يبقى دي عندي هنا ايه؟ 30 ديجريز. يبقى انا عندي واحده 30 والثانيه 30، يبقى انا عندي الميجر اوف انجل سي تعال نجيبها كده بردك، يبقى 150 تايمز المره دي هي 4 بارتس ديفايدد 5، هنا 1 دي هنا 30 which is 120 degrees. تلاقي ان 120 وال 30 وال 30 الثانيه يديك 180. يبقى انت عندك تو انجلز الاثنين قد بعض في الترينجل ده، يبقى الترينجل ده از ان ايزوستس ترينجل. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 4، ليسون سهل يعتبر استكمالا لليسون 3. حاولوا تحلوا بقيه الاكسرسايز بنفسيكم وان شاء الله مش هتلاقوا فيهم مشاكل، وبالتوفيق ان شاء الله.